سلامات. مصطلح جديد CTR اللي هو Click Through Rate أو عدد النقرات مقارنة مع عدد مرات الظهور. هذه حسبة بنعملها عشان إحنا نشوف نقسم عدد النقرات على عدد مرات الظهور عشان يحسب لنا قديش اللي هو Click Through Rate أو معدل زي ما حكينا النقر على الإعلان أو الكبس على الإعلان. تمام؟ هاي طبعا بتكون هي أخوان الشباب اللي بتشتغل في الإعلانات أو بتعلن للستور تبعها بيقدروا يشوفوها ويحسبوها عشان تساعدك. احنا كل المصطلحات اللي بنحكيها هي مصطلحات عشان لما تمر عليك تشوف CTR تعرف شو هي وما تتغلب. فهي كمان هذا مصطلح جديد للناس اللي بتشتغل اونلاين او اوفلاين زي ما حكينا. فعندنا مصطلحات كل يوم هذا. تنسوناش بالله من لايك وكومنت صغير هيك وتعليق وشيروا الفيديو. سلامات، شوفكم مصطلح جديد.